نيابيا طالب رئيس كتلة المشروع العربي أحمد مدلول الجربة طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتخصيص يومين في الأسبوع للدوام في وزارة الصحة، وأكد الجربة على ضرورة الاهتمام بوزارة الصحة بشكل خاص لأن أقوى كارثة تواجه العراقيين في الظرف الحالي هي كارثة وباء كورونا، مطالبا بتخصيص يومين من كل أسبوع للدوام في وزارة الصحة لأن الأيام القليلة المقبلة تحتاج إلى قرارات حاسمة، وهذه القرارات لا يستطيع وزير الصحة وحده اتخاذها دون الرجوع لرئاسة الوزراء.